إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن كيف يحدث الإمساك. يوجد عاملين أساسيين يساهمون في حدوث الإمساك: إعاقة مرور البراز بسبب ضعف حركة الأمعاء أو توقف حركتها، وأيضا نقص الماء في البراز أي الجفاف، والذي يؤدي إلى زيادة صلابة البراز وبالتالي صعوبة التحرك في الأمعاء، مما ينتج عن العاملين السابقين دورة تتابعية لأسباب الإمساك تحدث يعني من وقت إلى آخر بسبب هذا الدورة، موجودة في كل إنسان طبعا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.